Անցյալ շաբաթ մենք միասին հստակացուցինք եւ բարձեցինք թե հոգեվոր պատերազմը ինչ ասել է։ الأسبوع الماضي نحن حكينا مع بعض ووضحنا شو بنقصد أو شو معنى الحرب الروحية. يرتي شات دساجي هو كيفور بادرازم أنوني داك بادرازنر قدانين هوادات سيالنر ورونك بتكشونين بتكشجان يواني ماستن. وإنه في كتير من الأنواع الحروب الروحية والصراعات الروحية المؤمنين مرات بيخدوها على الفاضي وما إلا معنى. همنا زورافور هو كيفور بادرازم أستاذ خوسكين ميتش جينالنا. لأنه أقوى صراع روحي ممكن تخوضه هو إنك تكون ثابت بكلمة الله. تيف هوادات سيالين إزكات شمنر إيران جمغين تشنامين تيم إزكات ساقان شار جمنر جمار دهايدو تيونر نلو. ومع إنه مشاعر المؤمن ممكن تدفعه لحتى يعبر بطريقة عاطفية بوجه الظروف. بس هوادات سيالين باردغانو تيونة. ولكن واجب المؤمن ورير زكاتشم نرون مديك شنة إير هواتكن أراد شنورته إنه ما يستمع لهالمشاعر والعواطف بل ينقاد من إيمانه ورود يرب زكاتشم نرنج مغفي إنك قادرة عن كورز ورارتن يسوس قادرة زه لأنه وقت اللي بيندفع من مشاعره بلاقي حاله عم بيجرب يصنع الشيء اللي يسوع أصلا تممه բայց եթե որ ինքը Աստծո խոսքին մեջ կենա, պիտի տեսնե, որ ինքը Հիսուսին հաղթությունը ցերկ կբերե եւ գաբրի։ بينما اذا ثبت بكلمه الرب رح يلاقي انه هو عم بيكتسب الانتصار اللي يسوع حققه ويعيشه։ եւ անոր համար այսօր գուքանք Եփեսացի 6:10-ին գարտալու։ ولهالسبب اليوم بنجي تنقرا من افسس الاصحاح السادس تيروتشموف زوراتسير خوراكيروف وعنوان الموضوع تقوى بالرب. إنش بس قرنك زورانال دي روشموف. كيف ممكن نتقوى نتشدد بالرب؟ وربسي منك زورا ورلانك يا ميرجار كين نايف وكنن كوريشنرون. لحتى نحنا نكون أقوياء ونقدر نساعد الآخرين. وربسي قارنان تمتنل صدناين. حتى هن كمان يقدروا يقاوموا إبليس. أستفزشونشين ميتشوتساف أراتشارغواتس مياك تسيف أستاذو خوسكوف الطريقة الوحيدة اللي بيقدم لنا إياها الكتاب المقدس هي من خلال كلمة الله ديروتشموف زورانالو مياك ميتشوتس بانالين أستاذو خوسك سورفيتسنلنا الوسيلة الوحيدة المفتاح الوحيد حتى نقدر نتشدد نتقوى بالرب هو تعليم كلمة الله. بس هو سواداد سيالنر جوكان أرتشوم ما أرتشنلو تيس أرتن خوسك كيدن مارتيكال خوسك كيدن. ولكن هون المؤمنين بيجوا بيسألوا هالسؤال إنه ما أنا أصلاً بعرف كلمة الله والناس بتعرف كلمة الله. إنش بدي صورت سنينج. فشو اللي بدنا نعلمه؟ أنت هارا بس جزمنا قاعدي أرنك. عادة بدي إنه تلاحظوا. որ աստվածաշուն չեն սորվեցնելը բավարար չէ որ թիմացինը զորավոր է լա انه ما بيكفي انك تعلم شيء من الكتاب المقدس حتى اللي عم بيسمع يتقوى دغري بدك منك سورفيتسنينك اف جانسنينك تي اوف اي هافاداتسيال كريستوسوف لازم نحن نعلم الناس عن مين هو المؤمن بالمسيح انش هافاداتسيالين يراونكن ارانسناشنورهما اريان جامبوف որ وشو حق المؤمن وشو امتيازه اللي ناله بدم المسيح اللي فداه Գարեվոր է սորվեցնենք թե հավատացյալը չարին թեմ ինչպես պիտի իր իշխանությունը կործածե եւ արդահայտվի وضروري نعلم المؤمن كيف لازم يعبر وكيف لازم يستخدم سلطانه بوجه الشرير. يعني إنش بس قرنا خوارين تهم إيش خانو تشونه كورزازل وجرون تهم. وكيف فيه يستخدم سلطانه بوجه قوى الظلمة. مياسين قارتانك يبساتيس فيتس داس. خلينا نقرأ مع بعض من أفسوس 6:10. كسا إيفرشو زوراتسك ديروتشموف يف إير أمينagal زوروتيامب. بيقول واخيرا يا اخوتي تقوا في الرب وفي شده قوته اي سباجيني ميج بوغوس اراكيال غوكا اسلو تيروتشموف زورانال يف نايف غودا تسيف وبهالمقطع بولس عم بيقول لنا حتى نتقوى بالرب وعم بيقول لنا كيف نتقوى يير ميغا دغارسكا يرن اسس ديروتشموف زوراتسير كيزي كسا يز غبورتس مارتن زورانال وقت الحدا بيكون حاسس حاله ضعيف وبتقول له تقوى بالرب بيقول لك ما عم جرب اني اقوى يف سخال بورتسلون ميتشني والغلط هو انه عم بجرب بوغوس اراكيال تشسر تشانك اري اشخادانك دار
vor zoranas. لأنه بولس الرسول ما عم بيقول اجتهد عمول شغل معين حتى تقوى. بولس أراكيال شو سر أشخاده أين بس ما همزمنر همارنر بير vor اسكات سمنر زورا vor اسكان. بولس الرسول ما عم بيقول إنه اشتغل ولاقي آيات من الكتاب المقدس حتى تخلي مشاعرك تحس حالة إنه قوية. بولس أراكيال غاراتشارجيف قصد ديروش موف زوراتير. بل اللي عم بيعرضه بولس الرسول وعم بيقلنا إياه تقوى بالرب. ديروج دراماترات زوروتيام يف ميتشوتساف زوراتير ور ارتن غابك شوني سستغزلو. يعني تقوى من خلال القوة والشدة اللي الرب يسوع أصلا عطينا إياها وأنت مش بحاجة إنك تخلقها. بروفيديف يت ديروج موف زوراناس. لأنه إذا تقويت بالرب. يف ديروج موف زورانالو بورتساروتيون ونناس. وإذا اختبرت القوة والتشدد بالرب. غاريفور تشيز كاتشوم نيرت يف بايمان نيرت كيز إنش كسن. ما بيكون ببطل مهم شو ظروفك وشو مشاعرك عم تقلك. تونا نونك غوتشيز بايمان نير. لح تصير تعرف انه هيدول الظروف يفز كاتشومنر ومشاعر يفجن شومنر وضغوطات فتانونس مو تشيش شارجير بس ما بتتحرك بحسبها تشيس بورتسر زورافور اللال هون ما بتجرب انك تقوى هنيك تشيس كنار كاتشومنر تاين كان زورافور نيل ورا يلوز دغارو تيون تشيسكاس ما بتجرب انك تقوي مشاعرك لدرجه انه ما بقى تحس بالضعف اسيغا كيزي ինչպես կրնամ ասել անտամալույց կդարձնե լաննու հայդա շի բիլ հայիա բշլակ չես կնար զգացումներդ ակնկալել որ չսկան անցած դարձած բաները մաֆի կդխլի մաշաըրակ մայ հիսսու բիլ ումուր լի ամ թհդուս հաուլա զգացումները եղած են որ ամեն ինչ ստուքեն լ մաշաըր մաուջուդե թհտա թհիս ու թտակդ մին կլ շի յետատուն շադ ավելի գսկաս շադ ավելի լավ է ու լա հաս ու իզա անտա բթհիս քտիր հաշի քտիր մնիհ բայց անոնցմով մի առաջնորդվիր بس متن اد من احاسيس انيغا կորձածե պետքին համար استخدمها لحاجتها բայց մի ընդունի զայն որպես քու ինքնությունդ ولكن ما تقبل على ان تكون هي هويتك كبا جان تصير كوبون ինքնությունդ քրիստոսով بل اعرف شو هويتك الحقيقيه بالمسيح تكزي قد جنشومներուն تون հաղթածես արդեն انك انت اصلا منتصر على الظروف والضغوطات եւ գամ դերոջ շնորհքով պիտի թիմակրավես եւ լուծում ունենաս իմաստությամբ եւ هاتشوغيس او انك بدك تواجهها بقوه الرب وبحكمه منه حتى تتغلب عليها بوغوس اراكيال بينغور انتاتسيس داسنيرغو داسي ميتش كسي بولس الرسول بكورنثوس الثانية 12 10 بيقول ادور امارال يس كوهم دغاروتيونيروس يف كريستوسي همار غراتس ناخادينكنيروس نيغوتيونيروس հալածանքներուս եւ դժվարություններուս համար որովհետեւ երբ դգար եմ այն ադեն է որ զորավոր եմ بيقول لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي ورغم شادان كم جيشت ور منك دغار غسكانك فإذا كثير أوقات صحيح من حس ضعاف باخ كاسكاتس جونينانك وبيكون عندنا شكوك ومخاوف مرمتش بارابوت شونغ ديره وبيكون في فراغ بداخلنا هذه قام يتشوتس منه ور منك ديروش تيمينك هيدا وسيلة بتدفعنا حتى نلجأ للرب ديروش ديسا جدا هارتسنينك حتى نسأل شو رأي الرب بالموضوع واتش تاد في جاجا أبرينك ومش نعيش هالحالة كانوا كي أسكتساو كم واحد فهم عليه كانوا كي دقار باراب باخ اسكاتسازي كم واحد شي مرة حس بفراغ بضعف بشك Եվ վերջը նստած է անոր հետ հաղորդակցած է լման օրը։ وقعد كل نهار قضى يحكي مع هالمواضيع։ Արաչինը փնական է։ الأول طبيعي. يانكيت ميتش بدي بداهين أسون. لح تحدث هيك أمور بحياتك. بس إنش بس قتي ما ورز جنستيس لما نور هيدا جانسنس كها غورتك تيس هذيك السخالة. ولكن إذا قعدت وأنت اشترك شاركت مع هالمشاعر كل نهارك هيدا الغلط. تون بتكونيز دي روج تيملو دي روج دي ساجد نايلو. أنت لازم تلجأ للرب تشوف شو منظاره هو. بينغور أنت تيس ميك أوت إينا هيدا فيالجسة. كورنثوس الثانية 1:8-9 بيقول التالي. يخبرنر Գուզեմ որ գիտնաք թե ինչ նեղություն գրեցինք Ասիա նահանգի մեջ մեր կարողութենեն այնքան վերեր բերը որ կրեդ է ապրելու հույսը գործընծուցինք فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يأسنا من الحياة أيضا ازկացինք որ մահվան վճիրը գախված է մեր վրա բայց ադիգա եղավ
Նայեցեք, Ադիգա եղավ, որբեսի սորվինք մենք մեզի չաբավինիլ, այլ Աստծո, որ կհարուցանե մեր ելները. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. ورمن أستذوف استاهيل جنشان أجيب استاهيل إرخوسكين. فبالتالي الوثوق بالرب بيعني الوثوق بكلمته. بيت كيغات أدينا إرخوسك بندرل. وإنك تفتش على كلمته بوقت الحاجة. ديروش فستاهلون ديروش مو زورانالون نبادقة عينة. هدف الثقة بالرب هدف التقوي بالرب هو بور غانكون جنانك تشناميين نباداك نيرون ي وروكايت نيرون تيماتس هو انه نقدر نثبت بوجه الافخاخ والهجومات اللي بيشن العدو انا رامار يبساتيس 6:13-ի մեջ Պողոս Արաքյալ գսե ուստի Աստծո սպառազինությունը արեք որբես երբ չար օրը կա գարենակ յետ մղել չարին հարվածները եւ ամեն ինչ ընեք غانكون منالو همار وبالسبب بأفسس 6:13 بيقول بولس من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا ورمن بوغوس اراكيال تجواروتيان تيم جنالو تشنامين تيم جنالو همار غاراتشارغي استدزو سبارازينوتشونا هاكنينغ فإذا بولس الرسول عم بيقول لنا حتى نقدر نوقف بوجه العدو ونواجه الصعوبات نلبس سلاح الله الكامل داسنمك فيتس داسنمكي ميچ كسي سيرفرا اريك استدزو سبارازينوتشونا وربسي غارناك سادانين هناركنرون تمتنل ب 6:11 بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس سبارازينوتشونا غوكنكيزي كو أعطكي جانكيت ماتش جانكون يف هستاد اللالو أباهو اللالو همار سلاح الله الكامل بيساعدك حتى تبقى ثابت وآمن بحياة الصلاة سبارازينوتيونو كزي تشناميين تاغارك نيرون يف بورتسوتيون نيرون تم هستاد أمور يف جانكون باه وهل سلاح بخليك تكون واقف بثبات بوجه المكايد والصعوبات اللي بتجي من العدو ورمن هافاداتسيالين بيتك اير بادرازموغ اير بادرازماغان جانكين ميج بيتكوني سبارازينفيلو استوتسموف فإذا المؤمن بحياته الحربية الروحية بحاجة إنه يكون لابس سلاح الله. يجيك ناينك ورينش بس سبارازينوتشونا جزورات سنة هذا تسيالين. فإذا خلينا نجي ونشوف كيف هالسلاح بقوي المؤمن. سترونغز هما باربارين ماتش قصة. بأموس سترونغز بيقول. هكنيل الفيو بارا. كلمة البسو اللي هي الفيو. جنشاناجي سوزويل. بتعني الغطس. فيرارغويم ماتش سوزويل. الغطس برداء بعباءة. أي سينكن اسبارازينوتيان ماتش سوزويل. يعني إنك أنت تغطس بهالسلاح. سوزويل أستدزو أراتشارغات اسبارازينوتيان ماتش. فإذا الغطس بهالسلاح الله الكامل اللي مقدم لنا اياه. عايزين نشبس منك جوغورتاغام جوغورتاين فوجوف غسينك شادانكام. يعني مثل ما نحن بنقول بالقول الشعبي يرب يرداسارت يرداسارتيما بام غني بور سخال هي جاماناغ لمان انور غودا وقت اللي شاب او صبيه بيعملوا شيء غلط وبيعطوا كل وقتهم لإله غسينك مينشيف كلوخ مازيرون زاير ميتش انغغمازي بنقول انه غطس فيه للاخر يعني لاخر شعره من راسه مزيغ سيلغوزي بور سبارازينوتيوناكنينغ اي سينك مينشيف مازيره ميتش انغغماز لانغ فهون عم بيقول لنا وقت اللي بيقول لنا البسوا سلاح الله يعني عم بيقول لنا اغطسوا فيه تغطوا فيه لحديد شعر الراس غنشاناغينا هيف نيرتروم نير انيل ايت فيرارغويوف وكمان بيعني انك انت تساهم تعمل مساهمات من خلال هالرداء اي سينك ان ايت فيرارغوي ميت سوزفيل غنشاناغي ميغوتشوم متورسبيرل يف ادوف اشخاديل كورزيل ابريل فاذا لباس سلاح الله الكامل بيعني انك انت تتحد فيه وتعمل اشياء بالحياه من خلاله نايف هاكنيل الفيو بارا غنشاناغي غاركي تنيلوف هاكنيل وكلمه البوسو الفيو كمان بتعني انك تلبسه بطريقه منظمه يا بو ساراكيل ايت اوريناغا غارني رومياتسي زينفورنرون شات غارك وغانونوف ماكور غوغيك هاكواتسكا وبولس الرسول بياخذ مثال من جنود الرومان عن لباسهم اللي كثير مرتب ومنظم ورمن سبارازينوتيونا هاكنيل غاراتشارغي مير ماسناكتسوتيونا
فإذا لباس أو لبس سلاح الله الكامل بيقترح علينا مشاركتنا. نورينغ أرتانك يبساتيس فيتس داسنيرغو داسنيريكا وروفيديف مير بادرازم مارتوتس هتشة يرجنكي داك كتنوغ شار وكينرون إشخانو تيونرون يبدو تيونرون أيس خوار أشخاري ديراغال نيرون تم. فخلينا نرجع نقرأ من أفسس 6 12 13 فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات وستي أستدزوس بارازينوتيون أريك وربسي يرب چار أوركا غارناك يد مغيل چارين هارواتزنرة من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. يسيما إميتكس في دي بارزة مارانت شاركين هدفلو أنشوش. وأنا هلا بدي أوضح الفكرة بدون ما أتبع الدور اللي موجود هون. داسنيوت نرور تماري ميتكس أريك نايف برغوتيان ساغاوارد. بالآية 17 بيقول خذوا خوذة الخلاص. عايزين كنسير كلوخين هكيك عاد زين وراغان ساغاوارد. يعني البسوا خوذة الخلاص مثل خوذة الجنود. برغوتيان ساغاوارد كريستوسي برغاكور زوتيان ماسين كي دوتيونت يواستدزو ميج كتير كده. فخوذة الخلاص هي معرفتك عن عمل فداء المسيح لألك وهويتك مكانتك بالمسيح. ورمن بغوص عايد ماسين أغوتازي يبساتينيرو نماغي ميج وبولوس صلى لأهل أفسوس عن هالموضوع برسالته بوربسي هافاداتسيالنيرون ميتك ديروتشموف بهبانواتس يف اباهوف يغاز الله قال صلى حتى فكر المؤمنين يكون محمي ومأمن بالرب يبساتيس ميك داسنيوتن من أفسوس 1:17 بوربسي مير ديروتش يسوس كريستوسي أستواتز հայրը որոնց պատկանի փառքը ցեզի դա իմաստություն եւ հայտնություն բարգեւող հոգին որբեսի գարենակ ճանչնալ գարենակ զինք ճանչնալ بيقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. نعم قصة قاوتين ورسوات سرمتكي أشكر لصافورة وربسي كتناك تي إنش أين هويس ورون هرافيرت سيز يف إنش جوخو باراور خصومة ورير انديال نربي دي جارانكين. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. يرفعاية تجواروتيان أدن تجواروتيان قشيركين تيماتستون أستودزو أستودزموف استاتسات جوخ باركيت قشيرك اسكاس. تخيل أنك أنت بوجه الصعوبات وكل ضغط هالصعوبات تكون عم بتحس بثقل مجد الله. خنتاليك قلا عد جنشومين قشيرك زاروتيونا. لح يصير تقل الصعوبة والظروف كتير شي بيضحك. نايف قصد أسنيني ماتيف إنش كيرازانس وميزة عين وجه غاروغوتيون وزوروتيونا ورغنير كورزي هاواداتيال نيروس ماتش. وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين؟ أيت نيركورزو زورتيونا أستفاد سويت دواف كريستوسي أنسين ورا زين ميرل نيرن هاروتسانيلوف يفيرجين كي ماتش نستتسنيلوف إيراتش غوغما حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات. ورود كريستوسوف هذا تسيالي مت زورت شو مجا وراسفاد سكورت زادير يسوس ميرل نرين عروت سانلو. فإذا هالمؤمن المسيحي في بداخله قوة الرب استخدمها هي ذاته حتى يقيم يسوع من الأموات ويجلسه بالسماويات. إس هذا تسيال اسمعون أنا لو هانترت إنش كم والمؤمن بالرغم من انه عنده هالقوه شو بيقعد بفكر امنا بس دي كاره ور ارشيفي يلي غارزس جانك كناتس فيرتشاتساف غمدازي اول ما يطلع قدامه اصغر حجره بيعتبر انه خلص خلصت حياته ورمن ساغاوارد برغوتيان ساغاوارد غخوسي نوروكواتس مارزواتس يف تشاباهاس ستارتساتس ميتكين ماسين فاذا السلاح الله او الخوذه الخلاص بتحكي عن الفكر المتجدد المرن والبالغ وربسي ورهاتشوغي سادانين تمتنل اللي بيقدر انه يواجه الشيطان انجيت كسيد 14 تمر هدف ابار بادراست يغيك جشمارتوتيام امرابنتيتسيك سير ميتشكه فبالآية 14 بيقول اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق
ճշմարտության կոդին կներկայացնե Աստծո խոսքին մասին մաքուր եւ վճիտ հասկացողությունը حزام الحق بيحكي عن معرفة أو فهم كلمة الله بطريقة طاهرة نقية. جيشت إنش بس أستفزاشونش غاغنغالي يفسور بوكين غاغنغالي ورمين همارما سنونت أرنينغ أجينغ. بالضبط مثل ما الروح القدس بيتوقع منا إنه نحن نكون عم نتغذى من آية معينة ونستفيد منها. وشته همارة أرنينغ بارونا جيتورس. مش إنه ناخدها خارج كونتكست. نطاق تبعوله. يف أبا أنتانور بقمتشونا يرارو قبض نقادي أرنينغ. بل إنه ننظر لكل القصة بطريقة مترابطة. نورن غارنه روميان زينوريما تراتس كودين اوريناغا وكمان بياخد مثال الحزام اللي كان يحطه الجندي الروماني ورون ورا غغاخي امبورت زينوراغان سبارازينوتيونا واللي على هالحزام بيعلق كل قطع السلاح تبعوله ورمن انشكان هاتشوغ هاسكاتسوغوتيون اونيم استدزو خوسكين ماسين فعلى قد ما انا رح يكون عندي فهم ناجح حقيقي لكلمه الله اين كان هاتشوغ جيربوف غرنام سبارازينوتيون انور ورا غاخيل يف هاكنيل على قد ما رح اقدر علق عليه اسلحتي الروحيه واستخدمها ورمن ام باجينس يير بيرم جيش تسيفوف فاذا وقت اللي انا بعمل دوري بطريقه صحيحه بدينا قدام ور يس استدزو زوروتشونو اونين كيانكي سميت رح لاحظ انه انا عندي قوه الله بحياتي ابا بوغوس كسي ارتاروتشونا هاكيك زراهي بس وبعدها بكمل وبقول البسوا درع البر يا واسيغا كنرجاتسنه ارتار كيانك استدزو هيت ارجاناتساتس كريستوسوف وبيحكي عن البر او الحياه الباره اللي استحقت العيش بالمسيح Ոչ-ոք պիտի գարենար չարին թիմած կենալ, եթե Քրիստոսով Աստծո առջև գենալու իրավունքը ստացած չլար։ Ma hada rah yaqdar yawajih al-sharir iza ma kan ando al-haq bil-masih inno yitbarrar u yuqaf qdam Allah. Ուրեմն եթե ես չգիտնամ, չիմանամ իմ արտարածած լալս պետք եղած ցևով ինչպես պիտի գարենամ անարտարության դեմ զորավոր մնալ فاذا انا ما فهمت انه انا مبرر بالمسيح كيف راح يكون عندي قوه اني اوقف قدام العدو سيرينر գյանքի ընթացքին անարտարությունը չափ սահման չունի لك يا احبه الظلم وعدم البر ما في له حدود بالحياه يا تبي دي بورسس هاشفيلوف غامانونز فيرتشانالوف سكسيس جانكت ابريل شات خيرج فيجاغونيس اذا انت بدك تنطر حتى يخلصوا كلهم وبعدين تعيش حياتك رح تكون مسكين كثير انا ارتاروتشوني يرغري ورا داغافين بيدي افيلنايال لانه غياب البر والشر رح يزيد اكثر واكثر بالحياه هذا بار انارتاروتيان فيرتشانالوف كو جانكت اسكسيلو كاغابار لمان سخالي لهالسبب ما فيك تنطر تتبلش حياتك بعد ما يخلص كل عدم بر ما نافانت ير كريستوس خوارين ميج ير برغاكورزوتيام كيزي ارتار تارتسوتساز خاصة انه المسيح بنص الظلمة بعمل فدائه بررك يا تونو نيس بورتساروتيونا وانت اختبرت هالشيء كون يس كيدم ور بولور دات بورتساروتيونا رو نتسازك انا بعرف انه كلكم اختبرتوا هالموضوع مياك باتجار ور تون هيما تيريفس تشيغارناس ايت سيف زوراور سكال اين اي ور خوسكين ارجيك باكسيتساز السبب الوحيد اللي بخليك هلا ما تحس حالك قوي بهالحقيقة هي انك تكون مش عاطي القيمه الحقيقيه لكلمه الله كو انكنوتيونت ماغانورن كيدس كيدوتيون اوني سايت ماسين بس ابريلو بورتساروتيون غورسن تسوتساز يعني صرت بتعرف هويتك الروحيه بس بطريقه تاريخيه شيء صار معك ولكن ما بتعيشه بشكل يومي ابا بوغوس اراكيال غاراتشارغي سيلوف 15-ին մեջ եւ խաղաղության ավետարանը կարոզելու պատրաստակամությունը հակեք وبالآية 15 بولس الرسول بيكمل وبيقول وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام أغوتكي ميج هوكيفور جيانكي ميج أزتو اللالو همار لحتى تكون فعال بصلاتك وبحياتك الروحية بدك كو ووتكيرت كو كايلرت خاغوتيان أفيدارانا هكازلان لازم إجريك وخطواتك يكونوا لابسين حذاء انجيل السلام اي سينغان خوسكين لويسن اراچنورتվելու համար
يعني لازم تكون عم تنقاد من نور كلمة الله. غاراتشارغوي ورتون خوسكين لويسين ميتش كاليس. فاللي عم يقترح عليك هو انك تمشي تسلك بنور الكلمة. اي بوفانو ميك يوتن غسي اسكيتي لويسي ميتش كالينغ ինչպես ինք լույսի մեջ է այն ադեն ճշմարտաբես հաղորդակից կլանք իր արու եւ իր որդուին Հիսուսի արյունը գսրբե մեզ ամեն մեղքե بيوحنا الاولى 1:7 بيقول ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركه بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه نورن ساموسترو մեջ կսե որ քու խոսքդ իմ կայլերուս լույս է وبمزمون بالمزامير كمان بيقول انه كلامك نور لسبيلي برمن يته لويسي ميج كالينغ استوزو خوسكين هاماتساين فاذا اذا مشينا نحن بالنور بحسب كلمه الله منك انت هاربس هوفاناورواتس جلانك بولور بايمانيرون تيماتس ديروتشموف نحن عاده رح نكون تحت رعايه من الله بوش كل الظروف ساغموس هاير 19 هاير 30 غسه كو خوسكيروت هايت نويله لويس كودا وميامتنره ايماستون غنه مزمور 119:130 بيقول فتح كلامك ينير ويعقل الجهال إنش كلا يرب لويسي ميتش كاليس شو بيصير وقت اللي بتسلك بالنور يرب كوز كاتسون نرد خوسكين لويسين زوروتيان كيز غوغن وقت اللي مشاعرك بتقودك بحسب نور الكلمة هافاتكت زكالي جلا إيمانك بيصير ملموس كوفيني دسي جسكسيس هافاتكت زكال قول للشخص اللي حدك بتصير تلمس إيمانك كانوكي بورتساروتيونونين كافاداتسيالي بتصير هافاتك تشسكار كم واحد مختبر هالشيء انه هو مؤمن بس ما بحس بايمانه شو سكار ورير هافاتك فوقش بامنه ما بحس انه ايمانه شيء حي يرشدان كم جززفي اليرمه ومرات كثير بيزهق منه يز بزديغي موزي وزاز سكودار من شيء ما يته بزديغي موزي ام باهانش كزكودار انزي بس هافاتك شي دارغور بتصير تقول انه لو طلبت هالشيء من حدا صغير كان عطاني اياه لهلا قد ما طلبته بس ما عم بستفيد من ايماني شي غرنار اللال خوسكين لويسين ميتش كالينك يا مير هافاتك تشزكانك مستحيل نكون ماشيين بنور الكلمه وما نشعر ما نحس بايماننا كان اوكي اسبيس استوزو خوسكين ميتش ميكاني اور اللالوف هماكوماري جاماناكنيري يف ايلن سكاتساتز يا زوراورم كم واحد وقت اللي بيقضي وقت بالكلمة لوقت طويل مثلا بوقت المؤتمرات بعد شوي بحس حاله انه هو هلا قوي يريفاغاي نوين تابوف كاليس شاروناك تخيل انك تكون ماشي دائما وباستمرار بنفس هالطريقه يريك باجنيك تسي مير خومبينت فور هافاكواتزينغ امبارح كنت عم شارك مع المجموعه اللي مجتمعين تي انشبس انسيالين يرداسارتنر يربيرارو هيت هافاكوين وريش فاهم تشين خسر انه كيف بالماضي كانوا الشباب شبيبه يعني وقت اللي يجتمعوا ما يحكوا عن شيء ثاني اخر هيما ايرنس بانيرا اسواز اشونشيرات بزديك كيركير اونين مش تربانينر وكان عندهم هالكتب المقدسه الصغيره اللي هي دائما كانت بجايب ايرنس جاكيت نيرا يته بيدي كنين ات سور كيركه بافيليك دغ بيت كانوا نار ميتشا وقت اللي كانوا يشتروا جاكيت كانوا يتاكدوا انه هالكتاب المقدس بساع بالجيبه جاماناك ميت بعد فتره ايرنس السين قالوا لحالهم سور كيرك غارتاتينك هاسكتسانك خلاص رينا الكتاب المقدس فهمناه منيح ما يكون ترين حطوه على جنب انجي ويرتشي هير بسكسان يرارو هانتيفيل فصاروا وقت اللي بيلتقوا مع بعض سور كيرك كيدينك يف غارتاتساز انجي ايرنس انشراف بافاراروازوتيون دواف هالفكره انه هن بيعرفوا الكتاب المقدس وفاهمينه عطتهم نوع من الاكتفاء انشالين اورور يرتاين ايد دغك كرافين زارمانالي اورين تبروتس همال ساران داغنو وراغلار يا وينش كيغاتسيغر وكانوا بالماضي محل ما يروحوا هن يكونوا الـ يعني المسيطرين او الغالبين ان كان بمدارسهم ان كان بجامعاتهم وكان شيء كثير حلو يا وينش بس بوغوسي اسياي ميتش يف قام أشاغيرتنرون ماسين سويتساف داغنو وراغنين يرغيرا ومثل ما قالوا عن بولوس وعن التلاميذ بأماكن أخرى أنه قلبوا الأرض كلها فوقاني تحتين كانوا كي لساتي مارتوتس مي ورور ور متنين أسونك داغنو وراغنين كم واحد سامع هالشيء انه محل ما يفوتوا هيدول بيخربوا الدنيا ايوه ها غاراغورت قصه بس سلشتو سخال غنير ايه اكيد اللي ضدك رح يقول هالشيء ولكن هذا ما بيعني اللي عم تعمله غلط بيتشا بيت جامانك ميت شور كير كايله بس كيدن يرنك بالنهايه اقتنعوا انه هن صاروا بيعرفوا الكتاب المقدس اين كان كيدن ورايله بس يراو هيت نستين
كم باجنك تصير أستوزو خوسكن وصاروا بيعرفوا لدرجة إنه وقت بيعدوا مع بعض بطلوا يحكوا من كلمة الله أجو خوسين وريش بانر بيحكوا أشياء تانية بدكونين خنتالو بدهم بحاجة إنه يضحكوا بدكونين أرضا يدفلو بحتاجوا إنه يعبروا يا بهذا بابار قس كسين يرارو هاد خوسيل إيرنس هاد بدعات نرى تصافيرة وركيرة تجوارو تشونرة وبيصيروا يحكوا مع بعض عن الأمور اللي عم تحدث معهم أوجاعهم وصعوباتهم وجروحاتهم بيرش قد زني بامباسانك وبعدين بيولد بتولد النميمة. بيرش قس كسي باجنوات خمبيرة يرفيل. وببلشوا المجموعات من اسمه تظهر. عن بيرش قدس ناس يجريتين جانكي ماتش أسانورت شاش خدير أنا نورت شاش خدير. وبتصير تلاحظ بحياة الكنيسة إنه فلان ما بيخدم مع فلان أو ما بيشتغل مع الآخر. يا بوغو سارك يلي يسات باراك دوم نيرة ترسكو كان. وبصير في هالانشقاقات اللي بيحكي عنها بولس الرسول. نوين عين أنسيرة ور يرجير داغنو وراغنين. نفس الأشخاص اللي قلبوا العالم فوق وتحت يرب استوزو خوس كيرن سيركنر وقت اللي كانت كلمه الله بعدها بايدهم يرب يرارو هانتي بين هيروين كيدس اي سور انت غاويدس كان وقت اللي اول ما يلتقوا مع بعض يقولوا لبعض تعرف اليوم شو صار معي يرب تغارتا يدير اسان سافينزي انا وعم بقرا الرب قال لي كذا هيما الى سانتي بي كيدس انت غاوينزي هلا وقت اللي بيلتقوا صاروا بتعرف شو عمل شات ان بيتكي هيدا شيء ما له نفع. يا فيرجاي يرفعاتك فير إنش وكيجا. وتخيل شو بتكون الروح اللي مسيطرة. هذا ما بعرف أسفاد شنش هواد زكالو ماسين على شاركنه. فالكتاب المقدس بيعرض علينا إنه يكون إيماننا ملموس. رومياتيس داس داس نيوتي ما كده فيالجسه. بروميا 10:17 بيقول التالي. جن شناجه هذا ما بعرف هواد كزنونت كارنه كاروزوتشونا لسلن. Իս կարոզությունը հավատ կարտնցն է, երբ Քրիստոսի խոսքերն է, որ կկարոզվին։ إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الخبر يعني الكرازة. Աբա Բողոս Արաքյալ գտելատրե եւ այս փոլորին վրա գսե 16-րդ համարի մեջ հավատքի վահան արեք, որբեսի գարենակ մարել չարին արձակած փոլոր մխացող ներդերը։ وبيكمل بولس الرسول وبيقترح بالآية 16 بيقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. إن شو سور بوكين هوس تدمام ششتل قدا عيس بولورين ورا أردا هيدوتشونا خوسكا. ليش الروح القدس هون عم بيشدد على هالموضوع بعد كل هالكلام؟ عايزين كم بولور خوسكين تلاترادز نرى أن إلينيت يعني من بعد ما تكون عملت كل اللي قلت لك هي الكلمة هواتك أرتن عليك من بعد ما يكون إيمانك وعي تشنامين تم كوباد رزمت هواتكي وهانا فيرتسو تاتسكلا بتصير أنت بصراعك عم ترفع درع ترس الإيمان بوجه العدو. يتون أستوزو خوسكوف تشزينفيس إذا أنت ما تسلحت بكلمة الله تشنامين تمس كاتسوم نيروت بدي جناس لح توقف بوجه العدو بس بمشاعرك. أيسور داسنيك تساك بانر لسادم هو كيفور بعد رازمي ماسين. واليوم أنا سامع عشرات الأشياء المتعلقة بالحرب الروحية. يه ورونس بولور نال سخالن واللي كله غلط اسفاد شن شاغان شن منا مستند على الكتاب المقدس مارتوت اسكاتشوم نيرون زنونت نير اسفاد شن شاغان همارنيرو باريروف كورزاتسفات بل هي نابعة عن مشاعر الناس مع انه مزينة بكلمات من الكتاب المقدس سيف فور هافاتكي واهانا ارنس انوف تي غرناس ساداناين كوغمي يغات نيدره مارل فعم بيقول انه وقت اللي بتحمل ترس الايمان بتصير قادر انك تطفي الاسهم الملتهبه اللي جايه من العدو ورمن هافاتكي واهانا منك بدك هاكنينغ امين اور فاذا نحن لازم نلبس ترس الايمان كل يوم وربسي مير اغوتكي جانكي ميج لحتى بحياه الصلاه يف اروريايين تشارين ارتساكواتس نيدرون تيماتس منك أباهوف اللانغ نكون أمنين بوجه كل الأسهم الملتهبة اللي بيرميها إبليس. يبقى أنونت أستيتسو تيونيرا غارينانغ تي ماتريل يف أنونت أستيتسو تيونيرون داك دغار تشلانغ. ولحتى نقدر نقاوم تأثيره وما نضعف بوجهه. بوربسي منك هاتشوغينغ أنشاد تورسي أنشاد ستارتسازين مير هافاتكوف مدازل ولحتى نقدر بانعزال عن شو عم بيصير برا والاحداث اللي عم بتصير نفكر بايمان يا بس كسينغ مير هافاتكوف خوسيل ونصير نحكي بايمان ارانس ديغ دالو تشنامين بدون ما نعطي مجال للعدو
يرب أستدزو خوسكين هانتب هواتك هواتكي أستدزوتيان داجس وقت اللي بتكون أنت تحت تأثير الإيمان بوجه أو بمقابل وعود الله بدي نقادس أن خصا بليورين ورتشنامين لودزق قدروي لح تلاحظ من كل بد أنه نير العدو لح ينكسر يب أنا أستدزوتيون كيزي تهم قباكسي وتأثيره بحياتك لح يخف يب Անորը մար շատ կարևոր է սիրեներ որ մենք նկատի առնենք հոս որ ինչպես գաբրինք մեր հավատքը ولا حسب ابي احب ضروري انه نحن نلاحظ ننتبه كيف عم نعيش حياه ايماننا Աստծո խոսքը մեր յանքի մեջ աս արդյունքները բերելու համաձայն գաբրինք ոչ թե Աստծո խոսքը գիտենք գաբրինք هل منعيش متوقعين انه كلمه الله تكون عم تعطي نتيجتها وثمارها مثل ما عم نقول ولا بس منعيش انه نحن بنعرف كلمه الله ابا بوغوس اراكيال ايراغان هارتساغوغان زينكين ماسين خوسي وبعدين بولس الرسول بيحكي هلا عن السلاح او قطعه السلاح الهجوميه داسنيوت نيرور تاماري ميچ كسه سور بوكين سورا ايسينكن استدزو خوسك اريك وبالآية 17 بيقول خذوا سيف الروح الذي هو كلمة الله. بولور سبارازينوتيان باجينيرا باشتبانوغاغان بانيرين كل القطع السلاح الباقية كانت للدفاع. باتسي هوكين سورين استدزو خوسكين ور هارتساغوغاغان. إلا سيف الروح اللي هو كلمة الله هو للهجوم. هارتساغوغاغان ووتش اسكاتشوم نيريت هارتساغوغاغان هافاتكيت خوسكين جامبوف اردا هايدوتنت مش للهجوم بدافع من مشاعرك بل الهجوم بدافع من تعبير ايمانك واتش دي ساغاواردوف գկորձենք մենք որովհետև ադիկա պաշտպանության համար է ու մաֆինա նամել հաշի բիլ խուզե լան լ խուզե հադաֆա լ հիմայե ոչ հավատքի վահանով ولا بترس الإيمان. بوشال جشماردوتيان كوديوف. ولا بحزام الحق. بوشال أرتاروتيان كوديوف. ولا بدرع البر. بوشال أفيداران كاروزيلو خاغوتيان غوشيك نيروف. ولا بأحذية إنجيل السلام. أسونك بولور زينكيرتشن أسونك مزيج باشبانن. هيدول كلهم منا أسلحة هجومية هيدول للحماية للدفاع. أستدزو خوسك سور بوكين سور مياك هارتساغوغان زينك نيفور سور كيركا ներգայացնեք ամ գհայտնե سيف الروح القدس اللي هو كلمة الله هو السلاح الهجوم الوحيد اللي الكتاب المقدس بيقلنا عنه ուրեմն սիրելիներ ինչ է աստվածաշնչական ցևը դեմ տնելու համար خواري وجيرون فاذا يا احبه شو هي الطريقه الكتابيه حتى نكون عم نواجه قوى الظلمه خوسكين ميچوتساف سبارازينواز لاليت يت استزو خوسكنه ور غاردا هايدس وروف تيم غتنس يا ورج من بعد ما تكون انت تسلحت للحمايه بكل سلاح الله من خلال كلمه الله ترجع تستخدم كلمه الله اللي هو سيف الروح للهجوم دير يسوع استزو ورتين لالوف يسوع بالرغم من انه هو كان ابن الله امين انشي իշխանող իշխանությունը ունեցող լալով ու մաննո կան անդո կիլ սուլտան խոսքին համացան շարժեցավ թհարակ բհասաբ լ կլմե երբ սադանան փորձության մեջ դրավ իրեն ինքը համարներով արդահայտվեցավ ու ատլ շիտան ջրբո հու ռդ բի այաթ մն լ կտաբլ մկդաս իդեք աստծո որդին եւ սադանային ուժերու փախտադությունը ان باختادلي ايراغانوتيان مت تعرفوا انه اذا قارنا بين قوه ابن الله وقوه الشيطان يعني ما في مجال للمقارنه بايت ان دير اير اوجوف تشارجيتساف كلوخه تشقدرت باما ولكن هو الرب بذاته ما تحرك بقوته وما كسر له راسه للعدو يوراكان تشير بورتسوتيان تيماتس համար մկդավ որով սուրի վես կորձեց سادناين بورتسوتيان تيماتس بل بكل تجربة قدم له إياها لقى آية من الكتاب المقدس استخدمها كسيف ضده ورمن سور كيركين خوسكيرا جانتسير أبري يفهرشاجي كيانكيت ميتش فإذا نعرف كلمة الكتاب المقدس عيشة وعلنا بحياتك وبولور تشنامين شار هانتي بومنيرا إشاه كيزي بدي بيرشانان وكل المواجهات اللي بتجي من العدو بالنهاية لح تكون لمصلحتك كيزي در وات چه ور اسكاتسون نروف يف چانكيرو بادرازم نستشنامين تم
فأنت مش مدعو لحتى تكون عم تعمل حرب أو تصارع ضد العدو بجهودك وبقدراتك. كذي دروات زي ورخوسكين ميتشوتساف يسوسي هاختوتيون فايلس. بل أنت مدعو لحتى تكون عم بتعيش انتصار المسيح من خلال الكلمة. منك أسفزاشون شيء ماش كنقادينك ورهوكية أوزوتيون بارير هومانيشنرن. نحنا منلاحظ بالكتاب المقدس إنه الروح والمسحة هن كلمتين بيستخدموا يعني كمفردات كنفس المعنى. يسعيد أسك السانيوتي ماش كسة. بإشعياء 10:27 بيقول. أين أور أنور بير كوجر ناجت. I think أن تشنامين بير كوجر ناجت. وأنور لودز كوبارانوتسيت بدي فيرنا. يف لودز كيروتيان. I think أن أوزوتيان باتجارو بدي قدري. ويكون في ذلك اليوم أن حمله يعني حمل العدو يزول عن كتفك ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب السمانة يعني كثرة المسحة. ورمن أستدزو خوسك ور أوزوتيونا غارتساجي بدي قدره سادانين غابانكوت لودز. فإذا كلمة الله اللي هي بتطلق المسحة هي اللي بدها تكسر نير العدو. لودز أين بانة ورقتنين أنا سنرون ورا وربس أنا سنرة كوف كوفي رارو كوف كالن. والنير هو هالشي اللي كانوا يحطوه على حيوانين حتى يمشوا حد بعض. سادانان غبورتسي لودز تنل ورتوني روزازين بس كالس والشيطان بجرب انه يحط نيرو عليك حتى يمشيك على ذوقه انور زانروتيان يف انور استتسوتيان داك تحت تقل هالنير وتحت تاثيره جانكا اشخار امن انش اير زانر لودز غتنكو ورات والعالم وكل الاشياء اللي بالعالم بتجرب انه تحط كمان نيرة عليك باتسي دي روتشمن غسيم لودزس تتبه إلا الرب بيقول لك نيري هين. قشالجس بايتس باردات روات تشسكار. بيقول لك إنك رح تحمله بس ما رح تحسه ثقيل. ورمن أزادتون كيس بولورايت بانيرن. فإذا حرر حالك من كل هالأشياء. ورونس ميتشوتساف سادانانغ بورتسي قابل كيس. اللي من خلاله الشيطان بجرب إنه يأيدك. بورتسي كاليل أستدزو بيراتس خاغوتيان أزادوتيان ميتش. جرب انك تمشي بالسلام والحريه اللي الرب بيعطيك وردر يسوس انونس ميج كاليلوف يا وارينو تابيلوف كنيتسكيز لانه يسوع مشي بهالطريق وسكب دمه واشتراه لك يا غسايس بولورين داغوتيتسيك اغوتيتسيك يا خنتريتسيك ديفابار سوربوكين اوكنوتشام وبكمل بالآية 18 بيقول مصلين بكل صلاه وطلبه كل وقت في الروح ուրեմն եթե մենք պատրաստ չենք սիրեներ մեր հավատքի ցանկը ազդու չլար فإذاً إذا نحن ما كنا مستعدين متهيئين يا أحبة صلاتنا ما راح تكون مؤثرة. أيت بات جاروال مير هارت ساقو غان تيرك قابلنا ورويد مير زكات سنر مزيج سن بحبان في بشبان في وشاتير يغير. ووقتها منصير هجوميين أكثر لأنه مشاعرنا بتصير تقلنا حمي حالك انتبه. سكاتشون نرسونين ميكاني ستاندارد نر يوادور هاماتساين باشبان بين. مشاعرنا عند بعض المعايير اللي على أساسها بتحمي حالها. بس أستدزو خصك كذي جهايت نت جيشت إنش بس بدي باشبان استون كذي. بس كلمة الله هي اللي بتعلن لك شو طريقة الحماية الحقيقية. أستدزو خصك سبارازين واد هك واد يب أقعد كي جانك هم نجان يرجو بانير ننسالنا إنتم. التسلح بكلمة الله لباس سلاح الله الكامل هن الطريقة الأساسية للحماية من الشيطان. يجيك مياسين جنان كايسور. خلينا نوقف سوا اليوم. يب مير أنصر كننغ. ونفحص زواتنا. يب مير ماتش مير هوكي ماتش كتن وغدي روش نرجعي تشونا. أرتجعن ميران بوجيوتيان ورا ونطلو هالحضور حضور الله اللي موجود بداخلنا على كل كياننا. قبض ميل لاركوس كاتشون نرد. ما تكون متأيد بمشاعرك. يتبناوس كاتشون نرد غيغ هانسن أرتجعن جانكيد. إذا مشاعرك هي اللي متحكمة بدفة حياتك. يفشط تورينه هي ما إنش كسكاس. هي ما إنش كسكاس. وهذا شيء كتير هين. هلا شو بحاسس؟ أوف قارات شنورتكز مين عم بيقودك؟ إذا كاتشومت تهواتكت مشاعرك أو إيمانك؟ نير هواتات سيال أم سلت كذي قارات شنورتر؟ لك ما بيكفي إنك تقول إنه أنا مؤمن حتى تنقاد. هي ما إيش باهون؟ إنش كسكاس؟ أنت هلا شو حاسس بهاللحظة؟ هي ما يربكاس مدازلو ور يس إنش كسكام أوردغت كاش خادي. وقت اللي بتجي تتفكر شو حاسس؟ أوس؟ وين بيشتغل فيك؟ راسك ولا قلبك؟ أخبيرة أوردغنة
كوز كاتشوم نروت ميتكيت وش ده هوكيت وين منبع مشاعرك من فكرك او من روحك يتا ميتكيت اذا من فكرك عم يتشابس خلع دي رابون كيرمه خود هالحق من فكرك اذا نسور تونشس كان شوات سور بس انزي غاراوارس قل له لفكرك انت مش مدعو حتى تكون انت عم بتقود حياتك يسم وركز غاراوارم انا اللي بقودك هوكين ميتشن اراچنورتواتس يس كغاراوارم جانكس انا بقود حياتي باندفاع من الروح القدس بادراست غيرسلو يس بادراستم زوهفلو يف تشيمو زيربام وري موكيس ميتشن استوتس ميتشه كون مستعد انك تكون عم بتضحي باي شيء منه جاي من الرب امين امين بودكاست سيرينر او تفوا يا احبه خلينا نصلي مع بعض هاليلويا